وثيقة الإصلاح وإنهاء مقاطعة الصدريين للانتخابات موضوع هذا اليوم، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. بعد إعلان الصدر انسحابه من السباق الانتخابي، يعلن العودة مجددا للمنافسة في الانتخابات بعد أن وصلته وثيقة حوار وطني موقع عليها برؤساء كتل وأحزاب سياسية. تضمنت هذه الوثيقة عدد من النقاط، أبرزها متابعة التحقيقات بقتلة المتظاهرين وتعديل فقرات الدستور ومنع التدخلات الخارجية ومنع الهيمنة الحزبية على الوزارات والسيطرة على السلاح المنفلت سواء كان بيد العشائر أو الفصائل أو الجهات الحزبية. وتشير التسريبات بأن السيد العامري زعيم تحالف الفتح هو من سعى لإعادة الصدر إلى الانتخابات وقاد حراكا حثيثا خلال الأسبوعين الماضيين لعودة الصدر إلى الانتخابات. بما يقول عصام حسين القيادي في التيار بأن هنالك شخصية وصفها بالضامن كانت خلف إقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعدول عن قرار انسحابه من الانتخابات والعودة للمشاركة فيها، ملمحا إلى أن تلك الشخصية دينية وهنالك تجديد على عدم الإفصاح عن هويته. فيما يقول رئيس المنظمة الأمريكية العراقية لمكافحة الفساد علي فاضل أن السيد الصدر قرر العودة للانتخابات بعد اجتماع جمع العامري والسيد حسن نصر الله وقاني، فقد يكون هؤلاء هم الضامن حسب ما قال عصام حسين. أما دولة القانون التي تسعى لحكم العراق مجددا بزعيمها نور المالكي، ترى إن حظوظها لن تقل حتى وإن عاد التيار الصدري إلى الانتخابات. فهل ما زال التيار الصدري يسعى للحصول على رئاسة الوزراء، خاصة وأن بعض المراقبين يرون بأن انسحاب السيد الصدر بعد أن وجد إن استمارة البنيان المرصوص ودعوة أنصاره لأخذ اللقاح لم يكن بأعداد كبيرة، وهذا ما شكل لديهم مخاوف من أنهم لن يحصلوا على عدد كبير من المقاعد النيابية. لكن في الحقيقة التيار الصدري يعد من أبرز القواعد الجماهيرية في القوى الشيعية ويمتلك جمهورا مناطقيا يجعل رئاسة الوزراء سهلة المنال وليس ضربا من الخيال.